دي كانت طبعا كاميرتنا اللي كانت موجوده في الشارع واخدنا البوبس مع الناس. عايزه اقول لكم في شويه اراء عجبتني وفي شويه اراء خضتني. يعني انا بحاول على فكره في البيت برضو اسيب الموبايل واقعد معاهم في البيت. طب بتعمل انت ايه؟ بتعملي كده يا شيرين بجد؟ بحاول يعني يعني التكنولوجيا اصلها برضو بقت مخلينك واحد فينا ماسك التليفون وقاعد في البيت وسايب. بس انا مبسوطه ان احنا العيله دي اكيد هتجمع العيله تاني مع بعض. يا رب يا رب والله كل المشاهدين يكونوا عايزين يتجمعوا فعلا ونقعد نتكلم زي العيله ما بتعمل في البيت. يعني احنا فقدنا يوم الجمعه اللي بنفطر فيه كلنا مع بعض وبنتغدى فيه مع بعض. احنا بس ما عندنا اول يوم رمضان اول يوم العيد. مصبوط. وده غلط. والناس تيجي تقول لك انا اهم حاجه في التقرير يقول لك انا اهم حاجه اقعد مع اصحابي انا اقعد مع عيله ايه ودوشه ايه. لا غلط ما ينفعش. انت لازم تقعد مع العيله انك مش ضامن بكره هيبقى ظروفك عامله ازاي. انت بتعملي ايه يا في البيت؟ انا شايفه ان بتقعدي مع العيله ولا سند يعني اللي بيتكلم ويقول دوشه العيله يوم الجمعه هو لما يكبر هيفتقد الدوشه دي. صدقني هتفتقدها العيله. سند لما بتلجا لمين؟ لمه العيله لازم ترجع من تاني. علشان كده احنا عايزين العيله كلها تتلم مع بعض ولو يعني نص ساعه في اليوم. يا ريت حتى ساعه الاكل. ما انت عارفه بقى ايه احنا هنجمع العيله كلها معانا على الحقيقه. الحياه دايما هي شاشه المواطن المصري والراجل المصري والعربي والاسره كلها يلموا العيله بالظبط. وبعدين في تنوع يعني حتى لازم يفهموا يعني تنوع لكل الاعمار. لازم يفهموا ان فعلا ان ما لهمش غير اهلهم في الاخر. بالظبط. طبعا. لكن اللي بيقول لك اصحابي ده غلط. ده غلط تماما. وعايزه اقول لكم كمان الحاجات الايجابيه جدا اللي احنا شفناها في الفتره الاخيره ان في سيده يعني من كبار السن زعلت جدا ان طبعا اولادها بيجوا يزوروها واحفادها كمان برضو بتلاقيهم بيجوا البيت كل واحد ماسك الموبايل. فقررت ان هي تعمل مكان تجمع فيه كل الموبايلات ويعملوها سايلنت. لا لا هي عايزه بقى مش يعني صح. عملت الموبايلات سايلنت واللي يقفل موبايله يقفله عشان يجمعوا لمه العيله من جديد. اللي يعملوا اكل مع بعض يعرضوا ارائهم مثلا طول اليوم مع بعض يتكلموا مع بعض. في اماكن كمان كافيهات يعني سمعت عنها انا ما صادفتهاش لغايه دلوقتي بصراحه. بس في كافيهات بيحطوا بوكس كده تحطي فيه الموبايلات. احنا على فكره احنا نطبق الكلام ده قبل ما تدخلي تبقي تمام. ما يبقاش فيه موبايلات علينا او ما تدخلش المحطه كلنا. بالزبط. هنروح مسلمين الانتاج تليفوناتنا والله كده وكده بنسلم فكره احنا اوريدي مسلمينها دلوقتي. بس انا بتكلم من قبل. ايوه بس فعلا هو التلفزيون بيجمع. علشان كده الناس اللي بتحط التلفزيونات في اوض ولادها ده غلط جدا لان لازم يتجمعوا على حاجه على الاقل. ففعلا التلفزيون بيجمع. لا يبقى احنا فعلا محتاجين كده. محتاجين ان هو يبقى تلفزيون واحد موجود اللي هو زي الصاله زمان او الانتريا او الليفنج يبقى موجود فيه تلفزيون واحد لان في الاخر هنتجمع فيه كلنا وهنقعد نتكلم. بس المشكله الاساسيه المشكله الاساسيه مروه السوشيال ميديا. يعني طول النهار ماسكين مشكله الولاد دلوقتي كمان يا شناوي دلوقتي يا اما تابلت يا اما ايباد. يعني انا بنتي على طول البيبي تلاقيها ماسكه يا بنتي يا ماما البتاع ده واقعدي اتكلمي معايا شويه ولا الهوا. فالموضوع ده يا ريت ان احنا حتى نطبقه يوم في الاسبوع. لو يوم في الاسبوع تخلينا كده نعمل رولز كده او قواعد صارمه ان الـ اليوم ده هيبقى فيه مثلا يوم في الاسبوع خلاص بلاش بقى في اي حاجه تشتتنا ونرجع لمه العيله تاني في اليوم ده. يعني انا بقى بقول ان احنا نفصل كلنا الواي فاي. خلاص نجمع الموبايلات من البيت نشتري بقى الواي فاي. هنطبق الكلام ده ولا كلام